أن العاقل يرى من عظمه الله فيعظمه ويجله ويحبه بمقدار تعظيم الله له، سواء كان ذلك في الذوات أو في غير الذوات. عظم الله جل وعلا آخر الليل فنجى لوطاً وابنتيه سحرا، وأسرى بموسى وقومه سحرا، وأسرى بالنبي الخاتم سحرا ليلا، فعظم الله آخر الليل. والناس في آخر الليل على أحوال، يرقب ذلك كل من يراهم، فأقربهم منزلة من الله من كان سحره آخر ليله في جوف الليل قد اصطفت قدماه بين يدي ربه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.